ان الشاب محمد يعني تتبع زميلته اسمها نيرة، والاثنين من محافظة الغربية وبيدرسهم في كلية الآداب في الفرقة الثالثة هنا في جامعة المنصورة. طبعا ده الشارع الرئيسي خارج، بنأكد خارج جامعة المنصورة، يعني حتى يعني يطمئن الأهالي إن كل ما حدث هو للطالبة نيرة من زميلها محمد أمام بوابة توشكا في جامعة المنصورة، مدينة المنصورة، وليس بداخل الجامعة. ده معلومة مهمة جدا حتى يطمئن الجميع إن الأمر كله يعني في أمن مكثف خارج الجامعة ومن أمن الجامعة، وكمان في ظهري قوات أمن كثيرة يعني منتشرة في المكان. وتم القبض فعلا على المتهم، هذا الشاب المتهم، يعني اللي حصل له بالضبط إن الأهالي بعد ما شاهدوا الواقعة تم القبض عليه وتعدوا عليه بالضرب ونقلوه لداخل الجامعة لعلاجه وتسليمه لمركز الشرطة. يعني وقعة مؤسفة بتشهدها جامعة المنصورة اليوم، يعني محيط جامعة المنصورة، بنؤكد ان هو في محيط جامعة المنصورة وليس في داخل الجامعة. بالطبع يعني لو اقتربنا قريبا من الطلاب الموجودين خارج الجامعة، الكل بيتداول مقاطع للفيديو وللتصوير اللي تم خلال هذه الوقعة. يعني أحداث كثيرة منذ وقوع الحادث إلى الآن.